إن البلعوم إذا عم يمتد بشكل كامل من الحافة السفلية للجسم الوتدي بيكون خلف الأنف خلف الفم وبالأخير بينتهي بالمري وبالحنجرة. عم يتقسم إلى 3 أقسام: البلعوم الأنفي اللي من عم يمتد من الحافة السفلية للجسم الوتدي حتى حافة شراع الحنك. هي شراع الحنك، حنك صلب، شراع حنك. إذا من هون لهون بلعوم أنفي، من هون لهون للحافة، إذا من حافة شراع الحنك حتى الحافة العلوية للفلكة، هذا القسم اسمه بلعوم أنفي فموي. بعدين يلي خلف الحنجرة، هي الحنجرة، هي مدخل الحنجرة، يلي خلف الحنجرة بالمنطقة البلعوم الحنجري. طبعا عندي بالبلعوم الأنفي شوف عندي الناميات، تجمع لنفاوي اسمها الناميات أو اللوزة البلعومية. طبعا لأنه هو شافرق على هاي اللوزة الحنكية الموجود داخل الفم اللي معروفة عندنا باسم اللوزات اللي بيسوي العمل الجراحي والاستئصال. إذا الناميات أو اللوزة البلعومية هي فتحة نفير أوستاش. هذا الارتفاع اللي هون شو اسمه؟ كأنك شايفه مرة ثانية، بس مرة ثالثة بدك تشوفي شو اسمها المنطقة اللي هون؟ الحيد النفيري. إذا الحيد هي منطقة مرتفعة، هي فتحة نفير أوستاش، بعد مباشرة في منطقة مرتفعة اسمها الحيد النفيري، بعد بالخلف في انخفاض اسمه الردب البلعوم. هلا راح امرر عليكم كده انخفاض اسمه الردب البلعومي. اذا هالانخفاض يلي خلف الحيد النفيري اسمه الردب البلعومي. ان احيانا بيكون في موجوده لوزه تجمع لنفاوي، لوزه اسمه اللوزه نفيري، تضخمها لا هي لا هي غير هي تضخمها بسكر لي نفير أوستاش. اذا بعدين بنكفي على بالبحث الجهازات، بنكفي على البلعوم الفموي والبلعوم الحنجري. بس هي اللوزه اللي نحن بنعرفها بالعاده، هي 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 تمام بيفتح التم. هي هي بعدين تركي هلا خلي خلص. اول شيء نيجي على الرئتين. الرئتين رئه يسرى رئه يمنى. رئه اليسرى تتالف من فصين، فص علوي وفص سفلي. الرئه اليمنى من فص علوي فص متوسط فص سفلي. طبعا عندي تستند الرئتين على الحجاب الحاجز، هي الحجاب الحاجز عندي بالاسفل، صفيحه عضليه اخذ شكل القبه، فيها عم بيكون فيها 3 فتحات مشان مرور الاوعيه ان كان من الصدر الى البطن او بالعكس. الفتحات اللي هي اول فتحه الفرجه المرئيه، عفوا الفرجه الابهريه، اللي عم بيكون بمستوى الفقره الصدريه 12 بيمر منها الشريان الابهر. بعدين عندي الفرجه المرئيه بيكون مستوى الفقره الصدريه 10 بيمر منها المري. بعدين عندي الفرجه الوريد الاجوف السفلي اللي بيكون بمستوى 8 بيمر منها الوريد الاجوف السفلي. اذا عضله الحجاب الحاجز فيها 3 فتحات: فرجه ابهريه، فرجه مرئيه، وفرجه الوريد الاجواف السفلي. هلا عندي المنصف، المنطقه الموجوده ما بين الرئتين. قلت بالمنصف الموجود ما بين الرئتين في عندي القلب، اذا القلب هو احد العناصر الموجوده في المنصف. عندي الاوعيه الدمويه الكبيره، اهم الوريد الوداجي العلوي طبعا، الوريد الوداجي السفلي اللي بشوفه من تحت، وعندي الشريان الابهر بالاضافه غدة التوته. طبعا بيكون ما انا موجوده غدة التوته هون موجوده. اذا لحد هلا شفت القلب والاوعيه الدمويه الكبيره، بنشيلهم هدول بنشوف تحتهم الرغامه والمري. لا هي كعنصر موجود الرغامه لانه القصبه دخلت على الرئه، ما عاد عضو منصف القصبات، الرغامه هو عضو والمري. هذا المري تماما جاي هيك عم يفتح بالفرجه. اذا هذا المري، هي الرغامه. اذا شفنا العناصر، شفنا 4 عناصر داخل المنصف، هي المنصف، القلب، الاوعيه الدمويه الكبيره، الرغامه والمري. طبعا الباقيان يعني غده التوته بيكون موجوده بهالمنطقه تماما، وبيكون بقى عندي العصبين الحجابين الحجابيين او العصبين المبهمين يلي بيكونوا مرافقين ل لا مو العصبين الحجابيين عفوا العصبين المبهمين او الرئويين معديين يلي بيكونوا مرافقين للمري وبيخرجوا من خلال نفس الفرجه. طبعا شو وظيفتهم؟ حسيه وذاتيه وحركيه. ما انها الموضوع ما ان هذا حكي، وانه هو بيدخل لداخل البطن بالاخير بيعصب لي المعده، بيعطيني افراز معده الحموضه، بصير ما عاد اسمه عصب مبهم ايمن وعصب مبهم ايسر، بصير عندي جزء امامي وجزء خلفي. بس بيخرجوا من وين؟ من نفس الفرجه المرئيه.